بيكون منحوت، محماه بيكون قناة منير غيات. متنساوش تدعمونا وتديروا لايك واشتركوا قناة منير غيات وتدعمونا باش يوصلكم جديد. السلام عليكم اخوش، بسم الله. المهم بالنسبه فاش يكونوا عندنا بحال هكا تي شورطاش واش نبغوا نطبعوا لهم في الكمايم ديالهم هنا شي لوغو تيكونوا عندنا نصكم، كنحاولوا نصايبوا لهم شي طويبله بحال ما هكايا دايرها بلا نشب وحديته وساده هنا مزيره في هذه البلاصه هذه. ها هي مخرج لي هذه البلايص هذه ديال البحال اللي لبسوا فيها لكم ديال وما هانتوما كيما كتشاهدوا معنا. وهي مقاد لها الكادراج ديالها بهذا، هي مسدة لها بهاد القطينة هادي كيما كتشاهدو معانا. وبالنسبة هادي غنطبع عليها الدرابو ديال الراية ديال المغرب. بالنسبة كيما كنشرح ليكم ديما، بالنسبة بحال كيفاش يكون عندنا الحمار فوق بحال ولا شي حاجة كنطبعو دوكوش. بالنسبة للاصوات اللي كنطبع بها 43، الاصوات اللي كنطبع بها بالنسبة للاصوات 43 صباغة بلاستيزا. ها نتوما كيما كتشاهدوا معانا كنطبعوا الحمر دوكوش، كنحاولوا نشفوه المره الاولى شويه نشفوه بحال ما بقى مزيان. بالنسبه دابا الاخضر غادي نطبعوه ان شاء الله غير مره واحده. هما هي ناشفه ناضيه، هي هانتوما كيما كتشاهدو معانا النجمه ديال المغرب كطلع مفينيه ناضيه. المهم هادي هي الطريقه اللي بغيتو تطبعو النجمه ديال المغرب ولا بغيتو تطبعو في الكمايم اي لوغو.